أعرف بس حضرتك يا دكتورة لبنى، دايما المشكلة بتبقى ما بعد الطلاق أهمها بتكون النفقة. إيه أهم التوصيات اللي دارت بخصوص الموضوع ده، النفقة وقدرها؟ كان إيه الاقتراحات الموجودة في الحوار؟ طيب، انا كنت عايزه بس اتكلم على جزء التوصيات بشكل يخص الاسره المصريه، وان الاسره ما المصريه احنا ما احنا ما احنا عايزين نناقش بس المشكله فين مكونات الاول. الخلاف الاول، يعني المشكله فين، وهنخش في التوصيات بعد كده. عشان كده عايز اعرف من حضرتك، دايما بتبقى المشكله الاساسيه بعد الطلاق النفقه، وقدر النفقه، وعند مثلا الزوج بعد الطلاق وعنده في دفع النفقه. وساعات النفقه دي الستات بيشتكوا بيقولوا انها بتبقى يعني موقوفة تمام. وما بتتصرفش على طول. ايه اللي دار بشؤون طيب، انا هقول لحضرتك الموضوع هو ده؟ البدايه بتبتدي ازاي. هو الفكره كلها في قضيه النفقه. لما بنيجي نتكلم على المشاكل اللي بتحصل انا في مش سامعة حضرتك، المشاكل اللي بتحصل في قضيه النفقه بالذات بالتفصيل، ان هي الـ 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 الام لما او المراه لما بتطلق بتروح عشان ترفع الدعوه. لما بتيجي ترفع الدعوه بتروح مكتب اسمه مكتب التسويه عشان تروح ترفع الدعوه بتاعه النفقه. هي المشكله كلها بتبقى في طول الاجراءات اللي بتحصل. هي علشان تاخد بس النفقه بيبقى فيه تعدد دعاوي، بيبقى فيه طول الاجراءات اللي بتعملها والاجراءات التنفيذيه اللي بتحصل عشان تحصل على نفقه. فانت المراه كونها الوقت بيكون حاضنه قد ايه تقريبا؟ حضرتك قلتي طول بس ما قلتيش بيبقى الوقت، مثلا من شهور يعني سنين. ما هقول لحضرتك هي اصل التفاصيل كتيره. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا هي علشان تاخد نفقه لازم الاول يبقى فيه بيان دخل للزوج. بيان دخل للزوج، طب هو شغال في حكومي ولا شغال في خاص؟ طب البيان ده عشان انا مثلا، هي لازم تاخد حاجه من المحكمه عشان تروح تخاطب جهه العمل وتجيب البتاع. فهو التفاصيل دي كلها ممكن تقعد شهور، ممكن تقعد سنين، على حسب كل حاله. ما هي على حسب كل، هي بيبقى ايه، كل حاله بحالتها، وعلى حسب كمان الزوج، وعلى حسب المقدره الماديه للمراه. ما هي هل المقدره الماديه للمراه، هل هي هتعرف تدفع كل الدعاوي اللي بتطلع علشان تاخد النفقه؟ فهي الفكره كلها في قضيه النفقه بالذات بالتفصيل. وده بقى بيأثر كمان بقى على الجزء، على الاطفال بقى، على المصلحه. لان هو احنا بنيجي نتكلم على قانون الاحوال الشخصيه، او بنتكلم على حتى المشاكل، انت بتبصي في الاول وفي الاخر على الاسره مصلحه الاطفال اللي هم بيدفعوا ثمن اختيارات غلط. هم ما لهمش اي ذنب غير انه الراجل والست دول اختلفوا، فحلوا مشاكلكم بعيد عن الولاد.